ساعات واحد يقول لي بنقرا مسائل امتحان نلاقي الراجل بيكلمني عن مساله تكامل وفجاه كده يتحول يقول لي قيمه عظمى محليه وقيمه صغرى محليه ونقط انقلاب ونقط حرجه، ايه اللي جاب القلعه عند، يعني يقول لك ايه اللي دخل التفاضل في التكامل؟ ساعتها بضحك لما طالب يقول لي ايه اللي جاب التفاضل للتكامل، اضحك، ده هو الامتحان على بعض اسمه تفاضل وتكامل. تقول لي نقط الحرجه ايه اللي جابها في مساله التكامل؟ ده مش كلام. ثم انه عاده المسائل الكلاميه مش دايما لكن نقول بنسبه 80% على الاقل في الامتحانات بيجيب لك مساله التكامل الكلاميه داخل فيها حته تفاضل. اللي متابعنا شفنا بنحل مساله قبل كده بيتكلم فيها عن معدل تغير ميل مماس لمنحنى يمر بالنقطه الفلانيه، دي في الاول تبقى مساله تفاضل، في الاخر لما ابدا احل اكتشف ان فيها تكامل وبكمل. المساله المهمه جدا اللي معايا دلوقتي اللي هي مساله امتحان طبعا بيقول لي فيها اوجد منحنى الداله ص بيساوي داله س او معادله الداله ص بيساوي داله س اذا علم ان المشتقه الثانيه للص يعني داله 2 ص على دال س تربيع بتساوي ا س زائد د. واحنا اتفقنا انه ما دام في مشتقه ثانيه نكملها مرتين، لما نكملها اول مره يديني دال ص دال س، اكملها مره ثانيه يديني الص يعني معادله المنحنى، وبنزل بقى اطلع الثوابت عن طريق الارقام. المهم هيساعدني طبعا عشان اطلع الثوابت بالارقام اللي عندي، وان لمنحنى هذه الداله قيمه صغرى محليه عند صفر وناقص واحد. ماذا تستنتج لما اقول لك قيمه صغرى محليه عند كذا وكذا؟ يعني في نقطه حرجه، هذه النقطة الحرجة عندها قيمة عظمى ولا صغرى؟ مش قضيتي دلوقتي، لكن في نقطة س وص الصورة بتاعتها قيمة الصاد بتاعتها يا إما عظمى يا إما صغرى، لكنها لابد تبقى نقطة حرجة. يعني إيه؟ يعني إيه نقطة حرجة؟ يعني المشتقة الأولى بتاعتها بصفر. يبقى أنا استنتجت عشان أجيب أحد الثوابت إن المشتقة الأولى بصفر لما س بصفر. حلو. ولها كمان نقطة انقلاب واحد وواحد. برضه ماذا تستنتج لما نقطة الانقلاب واحد واحد؟ يعني المشتقة الثانية بصفر لما س بواحد. خلاص أنا كده خلصت المسألة. لسه حلو بس خلصت. المشتقة الأولى بصفر لما س بصفر، المشتقة الثانية بصفر لما س بواحد، وكلا النقطتين تحقق معادلة المنحنى، لو مزنوق في أي ثابت ولا حاجة أو مجهول، ما أنت المرة دي المسألة غرقانة مجاهيل، أ و ب غير الثابت والثابت، ناخدها كده واحدة واحدة، بس أنا جاهز، هنكمل الطرف الأيمن يديني دال ص دال س، وهنكمل الطرف الأيسر يديني أ س تربيع على 2 زائد ب س زائد ثابت، ونشوف هتودينا لفين، يلا نشوف كده واحدة واحدة، دال ص دال س بيساوي تكامل أ س زائد ب بالنسبة لس. نصيحة أنا بحب كده يعني إن أنا آخدها حتة حتة، أ س تربيع على 2 زائد ب س زائد ثابت. في بعض الناس تقول لي طب ليه ما ناخدش القوس على بعض، مش مقدار من الدرجة الأولى ما نزود عليه واحد ونقسم على الأس الجديد، هتبقى رخمة شوية في التعويض بس برضه صح، براحتك طبعا. لكن أنا مش مضطر لكده لأن ده قوس حتة زائد حتة، إمتى أكون مضطر زي ما أنتوا بتقولوا كده؟ لو دي مرفوعة لأس 7 مثلا خلاص غصب عني هعمل كده. المهم دال ص دال س بيساوي تكامل أ س زائد ب، نكملها. تبقى ا س تربيع حته حته، ا س تربيع على 2 زائد ب س زائد ثابت. طب ما تيجي نلعب فيها شويه، هو بيقول لي دال ص دال س بيساوي كذا زائد ثابت، وانت عندك معطيات من ضمنها اول معطى ان لمنحنى هذه الداله قيمه صغرى عند النقطه كذا، يعني دال ص دال س اللي هي المشتقه الاولى بصفر لما س بصفر. انزل بقى قول لي دال ص دال س اللي حضرتك جبتها دي قيمتها بصفر لما س بصفر، بصفر صفر راحوا بالسلامه والناحيه الثانيه رايحه، اذا الثابت اختفى. يلا نكمل. ثم في نقطة كمان اسمها واحد واحد، دي نقطة انقلاب، يعني عندها المشتقة الثانية بصفر، نستفيد ازاي بحكاية المشتقة الثانية؟ ننزل بقيمة دال 2 ص دال س تربيع بصفر عند النقطة اللي هي نقطة انقلاب، يعني عند قيمة الس بواحد بس. يبقى أ واحد يعني أ زائد ب برضه بصفر، لا دي بتخلص إيه؟ يبقى في معادلة فيها مجالين أ زائد ب بصفر، ثم النقطة اللي اتفقنا عليها اللي هي النقطة الحرجة اللي عندها المشتقة الأولى بصفر صفرتها طلع ثابت بالسلام، إذا أكمل بقى مشوار. إذا دال ص دال س طلعت بأ س تربيع على 2 زائد ب س، أعمل بيها إيه؟ أكملها طبعًا عشان أطلع منها معادلة المنحنى. ممكن واحد ييأس يقول لك دي طولت قوي كده وبعدين لما أكملها هيطلع لي ثابت وهجيبه منين الثابت وكمان أنا ما أعرفش الألف والب، ده كل اللي عندي معادلة صغنطوطة فيها ألف وب اللي حضرتك جبتها لنا من شوية. ما أنت ناسي إن كل نقطة من النقط اللي أنت لعبت بيها دي يمكن استخدامها مرة تانية. إيه ده؟ بس احنا النقطة الأولى خلاص استخدمناها والثانية استخدمناها، لا تستخدم تاني مش مناديل هي، يعني ممكن النقطة اللي اشتغلت حرجة دي تخش تاني نقطة تحقق، نقطة الانقلاب اللي اشتغلت معايا من شوية عشان أعوض بيها في دالة 2 ص دال س تربيع تحقق، هي نقطة انقلاب واشتغلت بس كمان تقع على المنحنى فهي تحقق معادلتها، هو ده اللي أنا هعمله، تعال نشوف كده واحدة واحدة. دال ص يعني النقطة مش بهزر بقى، يعني النقطة اللي ممكن أنت تنزل بيها عشان تطلع منها ثابت أو معادلة فيها أ وب ممكن تشغلها تاني وتالت في نفس المسألة. تستخدمها تاني. دال ص دال س بيساوي أ س تربيع على 2 زائد ب س. نكملها ده يبقى تكامل دال ص دال س اللي هي ص بتساوي أ س تكعيب
على 3 وفي تحت 2 يبقوا 6 زائد ب س تربيع على 2 زائد ثابت ما نعرفوش بس هنجيبه ليه؟ لان عندي ضرب ص ضرب س بتساوي صفر زي ما اتفقنا عند النقطه اللي س بتاعتها بصفر. ده اللي هيحصل اهو. يبقى كل ص بتساوي ا س تكعيب على 6 زائد ب س تربيع على 2 زائد ثابت هنزل بالس قيمتها صفر لما الص قيمتها بتساوي ناقص 1. يبقى النقطه دي على اعتبار ايه؟ على اعتبار النقطه تقع على المنحنى فهي تحقق معادلته. حلو. فطلعت قيمه الثابت طلع بناقص 1 حطيته مكانه هو ناقص 1. ليه بقى انا فرحان قوي زيكم كده؟ لانه بعد ما اشيل الثابت يبقى عندي معادله ما فيهاش غير مجهولين ا وب، وانا من الاول كنت مجهز معادله هي كمان فيها نفس المجهولين ا وب احلهم معادلتين انيتين في مجهولين. انت ناسي ان انا كان عندي معادله في ايه؟ بالاول خالص فيها ا زائد ب، دي اول حاجه عملتها لما اكتشفت ان نقطه الانقلاب عندها المشتقه الثانيه بصفر فعوضت في المعطى اللي في ورقه الاسئله عن المشتقه الثانيه بصفر عند نقطه الانقلاب يعني عندما س بواحد. نرجع بقى ناخد المعادله الثانيه ونحلهم مع بعض معادلتين انيتين. قلنا النقطه واحد واحد هي كمان تحقق معادله المنحنى فنزلت عوضت بالس بواحد وعوضت بقيمه الصاد برضه تساوي واحد وديت الناقص مع اختها الناحيه الثانيه بعكس شريطها. ده تظبيط بقى اي حد ممكن يعمله. يبقى ا على 6 زائد ب على 2 بيساوي 2. ممكن اتخلص من المقامات بضرب الطرفين الايمن والايسر في 6. احنا كبار على الكلام ده. المهم بقى عندي معادله كان مكتوب عليها رقم واحد فيها مجهولين، معادله ثانيه مكتوب عليها رقم اثنين فيها نفس المجهولين ا وب، احلهم سواء بالجمع او الطرح او بضرب طرف المعادله الاولى في اي رقم ثم التعامل مع المعادله الثانيه. في بعض الناس بتحب لحد دلوقتي تجيب الالف بدلاله الب، كل ده كلام فاضي بالنسبه لنا، احنا تخطيناه. المهم هحل المعادلتين اطلع الالف بناقص 6 والب ب 6 ارميهم مكانهم في معادله المنحنى اللي كانت ص بتساوي يطلع الشكل النهائي ناقص س تكعيب زائد 3 س تربيع ناقص 1. احنا عشان قربنا للامتحان فالكلام ده بالنسبه لنا كلام عادي، وانا عايز اطمنك انه الكلام ده من الحاجات اللي لما بتيجي في الامتحان بتبقى في المستوى الصعب، يعني يتقال عليها مساله للطالب المتميز.